تمام اوكي. فكنت عم بحكي عن هاي الادويه للاسف انها للاسف انها drug with optional for abuse and addiction، ادويه يساء استخدامها طبعا، واكيد تؤدي الى تغيير بالمدركات الذهنيه والعصبيه مما ينعكس على السلوك السليم للفرد. تمام. Therefore federal and local law and كل الليجستريشن organize the prescription, dispensing, storing, transformation of these drugs and must be prescribed on special form prescription. مشان هيك جميع الأنظمة والقوانين الدولية، قوانين النقابة، قوانين وزارة الصحة حددت مفهوم واضح للتعامل مع هاي الأدوية وطريقة التعاطي فيها. أذكر حادثة صارت معانا لما كنت بتدرب بمستشفى الجامعة. كانت في قسم الصيدلية السموم اللي بالمستشفى بالمركز كان في موجود مورفين. تمام. المورفين هو يعتبر من الأدوية المسكنة ومن الأدوية اللي بتعطي شعور يوفوريك، بتعطي شعور بالزهزهة. تمام. طبعا المورفين هو من الأدوية اللي controlled medication، يعني أدوية يمنع صرفها إلا بوصفة طبية من طبيب أخصائي وما إلى ذلك. الفكرة إنه كانت في مرة فيل وقعت وانكسرت من الصيدلاني اللي كان مناوب بهذاك الوقت. قانونيا شكلت لجنة عشان تصور الفيل اللي انكسرت، عشان توقع على كتاب إنه هاي الفيل انكسرت، عشان يسجلوا ريكوردينج إنه هاي الفايل تم كسرها، وهي الصور وهي الإثباتات وهي بقايا الزجاج المحطم أو المكسور، لأنه حتى لا يساء استخدامها ولا تتشكل أي مساءلة قانونية على أي شخص استخدم هاي الميديكيشن. تمام؟ فهي واحدة من الأدوية اللي يطلق عليها اسم كنترول ميديكيشن. نتعرف شو يعني كلمة ميديكيشن؟ medication هي عبارة عن pharmaceutical process أو pharmaceutical agent that interact with the living tissue and use for diagnosis, cure, treat أو ممكن نستخدمها as a prophylactic. هي عبارة عن أدوية أو عبارة عن مواد. هاي المواد إحنا بنستخدمها يا إما يا شباب نستخدمها as interactive with the tissue، تتفاعل مع الأدوية، أو diagnosis حتى نساعد بعملية تشخيص بعض الأمراض، زي مثل بعض حالات المشاكل الغدة الدرقية يتم إعطاء المريض أيودو اللي بيكون مشع حتى نعمل tracking أو نتابع وين هذا اليود بيتخزن بأكثر تشو، أو ممكن إنه إحنا نستخدمها for cure للعلاج التعب، أو ممكن نستخدمها as prophylactic وقائية مثل اللي عم بصير بموضوع الفاكسينيشن. Medication can be classified as يمكن تصنيف الأدوية كالتالي: Number one, prescription drug، أدوية يجب أن يتم صرفها عن طريق وصفات طبية مختومة. These drugs, they need a prescription to dispense. هاي الأدوية يجب أن تتوافر فيها وصفة طبية معتمدة حتى يتم صرفها، سواء كانت ordinary drug أو كانت special drug. Ordinary drug يا شباب زي أدوية الضغط، أدوية السكري. هلأ بالوضع الطبيعي المفروض إنه هاي الأدوية يا شباب، حتى السكري والضغط والأنتيبيوتيك وهاي المواد، مفروض إنها لا تباع للجمهور إلا بعد وصفة طبية. طبعاً إحنا أنا عم بحكي هلأ بالآيديال بروفيشن، بالممارسة المثلى أو المطلقة. في أمريكا ما بتنباع هاي الأدوية إلا بوصفة طبية، يعني ما بتنباع إلا السبليمنت أو تي سي. النوع الثاني من الأدوية يا شباب يطلق عليه اسم Non-Prescribing Drug، أو يطلق عليها اسم OTC. OTC Over the Counter يعني الأدوية اللي موجودة على رف الصيدلية، زي شو؟ خافضات حرارة، ريفانين، بانادول، أدول، مسكنات ألم،
شربات سعال، هذه كلياتها يطلق عليها اسم OTC، يعني أدوية current use، استخدامها آمن واستخدامها بشكل متكرر. OTC drug which can be dispensed without a prescription، يمكن إنها تنصرف بدون أي وصفة طبية، تمام؟ أوكي، طبعاً هلأ عم بحكي على الكرود دراج، هذا الحكي اللي مكتوب هنا يعني مش كتير واضح فما بدي إياه. رح أحكي على الكرود دراج. كرود دراج يا شباب هي عبارة عن المادة الخام. المادة الخام هي المادة الأولية التي يتم تحضير الأدوية منها. لما يتم تحضير الأدوية من كرود دراج من مادة خام، هي بتكون عبارة عن مادة أولية، ويتم إضافة باقي المواد الفارماسوتيكال إنجريدينت إليها حتى يتم إنتاج المادة الفعالة بالشكل النهائي المطلوب، تمام؟ بكفي لليوم هون، الله يعطيكم العافية. ما بدي أمشي بالمادة كتير، المادة سهلة وصغيرة صراحة، فما بدي كتير أمشي فيها لأنه الموضوع اللي بدي أبدأ فيه موضوع it require one lecture، فما بدي أبدأ فيه. تمام دكتورة، يعطيكم يعطيك العافية شباب. Again I'll reschedule محاضرة ثانية كالعادة. صار هلأ شباب علينا أسهل إنه إحنا نتعامل مع برامج الزوم، صح؟ بس هسه في باقي المواد عند الدكاترة الثانيين، هل نفس الشيء؟ هلا كمان good to notice، شكرا انك سالتني. هلا احنا ما رح نكمل اكيد على برنامج الزوم انتل قلت لكم يعملوا اكتيفيشن للالكترونيك اكاونت تبعونا عن طريق حساب الكليه. till that time، لحد هذاك الوقت احنا بنكون قطعنا كم محاضره عبين ما يصير لنا موقع او حساب اكاونت اوفيشال اكاونت على حساب الكليه. فطول ذا تايم احنا عم نكسب وقت. بالنسبه للمحاضرات الثانيه اتوقع من اللي انا عم بقراه يعني من جروب المدرسين تبع الكليه انه كل دكتور عامل جروب ايذر واتساب ايذر ناس عامليته يوتيوب. لا مش كل المواد دكتوره، بس رياده والرياضة والأدوية. تربية وطنية وين؟ ما أخذ أصداف يعني. لا لا في تربية وطنية. تواصلوا معي برايفت بدخلهم على الجروب. في تربية وطنية. Let me tell you شو هم الدكاترة. إحنا عشان أناتومي مثلاً الباثو. باثو أليس منزلة محاضرات ومنزلة. هي بعثت لي دكتور أليس. بعثت لي سلايدات بس. معلش بعد إذنكم في جروب للتربية الوطنية؟ موجود للتربية الوطنية، ابعتي لي على الجروب بس عشان أعرف رقمك خليني أدخلك. الجروب مش أنتوا عاملينه ما حداش يبعت عليه؟ عفوا ابعتي لي برايفت، ابعتي لي برايفت، مش مشكلة. شو اسمك؟ شو آخر رقمك؟ عشان أقدر أطلع من الجروب. أوكي تمام. أوكي. أبعت لكم حتى الثقافة الإسلامية شباب في إلها جروب. تربية وطنية. زيد بطارسة. تفضل زيد. هلو. بس نأكد على زيد بطارسة عشان الثقافة الإسلامية. في محمود عبد العزيز، في آلس خوري كمان. محمود عبد الغفور. عبد الغفور تعال أناتومي وال. تعال أناتومي وال. شو حق ما مش يعني مش عارف شو طريقته. اجتماع طبي هدول عاملين جروب كمان. هاي دكتور أليس عم تحكي إنها عم تتواصل مع الطلاب عن طريق. طيب افتحوا لنا شوي الجروب الموجود هلا دكتورة تسليم بعد إذنك، افتحوا لنا الجروب عشان نتواصل شوي إنه إذا في جروبات تانية مفتوحة مع أساتذة إنه يبعثوا لنا إياه عشان يضيفونا أو هيك شيء نكون إنه على علم. أكيد أكيد محمد please unplug the group. بس شباب أرجوكم عشان ما تضيع المادة اللي بعتناها، لأنه محمد عن جد تعب إله يومين مبلوش معاي بالمواد. بليز يعني ضم يعني بليز إذا سمحتوا ما نعملها personal chat، بس نخليها إشي professional عشان إحنا نعرف المواد وما إلى ذلك. تمام بالضبط. هذا الرأي من أول اللي بده إشي بس يبعث لمحمد برايفت وهو بضيفه من عنده الأفضل. يا عشان شباب مش لإشي عشان أنا عم ببعث بعد إذنكم عم ببعت أنا قاعدة لينكات المحاضرات وكذا، فما بدي فلان يقول شفت وما شفت وضعت وما ضعت. تمام
محمد جاهز حدا يبعث لك برايفت وتضيفه انت من عندك؟ فتحت الجروب هلا، ابعثوا بس مسجات وعشان اعرف ايش بدكم اياه وبعدين بسكر الجروب. محمد هلبهم نعم تفضل. مين اسهل بالكليه ولا هون؟ عاد ارتحت اكثر. هلا انا اسهل لي خلينا هون دائما والله. نو انا اسهل لي بالكليه، بتعرفوا ليه؟ لانه بالكليه اتس فيس تو فيس كوميونيكيشن، يعني انا بشوفكم بقرا وجوهكم، يعني انا هون قاعده بشوف سكرين، ما بعرف اذا انتم متبعين معي مش متبعين، يعني انا اي كان ريد بودي لانجويج. انا فاتح لي فيديو. انت فاتح لي فيديو انا ما شفتك هلا. ما بطعم في البيتزا. كويس تمام. لا انا اي بريفير بالكليه صراحه، يعني اي دونت نو، يعني فيس تو فيس كوميونيكيشن كثير احسن. اهلا يا بالنسبة لمادة الحل شو بتعملي؟ I don't know. ما مش عارفة. بعرفش. نقدر نستخدم على برنامج نحل عليه زي بورد على الماوس، تقدري ولا صعب؟ يعني كتير restriction، كتير متعب اني انا خلينا مبدئيا نخلص مادة الحفظ والحل بعدين. Might be، يعني ممكن انا اقلبها اخليها مادة final، مادة الحل، عرفت؟ ايوه بالضبط. دكتورة عندي كتاب. عندي؟ لا والله يا محمد ما عندي. معناته صعب انه تعرضي هيك الحل. لا والله لا خلينا عندي. على الحفظ، خلينا على الحفظ اول شيء بعدين الحل اخر شيء. يا ان شاء الله. او اذا بدك تعملي بث لزوم من التليفون تبعك وبتقدري تعملي يعني عرض للنوت، برنامج النوت عندك على التليفون. شوف هي على الأغلب، على الأغلب رح أأجل مادة الكالكوليشن كلها آخر شيء، يعني أخلص كل المادة الثيوريتيكال بعدين أبلش بمادة الحل، هذا اللي رح أعمله. أنا بدها شغل كثير. بدها شغل كثير، وأنا ما بديش أشرحها أونلاين، كثير فيها ظلم أونلاين، عرفتوا؟ الله يعطيك العافية، دائما مغلبين الدكتورة. نو أبداً، يعطيكم العافية أنتوا يا شباب. بليز شباب unplug the group عشان يعني يتواصلوا الطلاب على المجموعات الثانية. I'll reschedule a new lecture إن شاء الله بخبركم فيها، تمام؟ أوكي. يعطيكم العافية يا شباب. يعطيك العافية. باي باي باي. أوكي. باي.